وده يرضي مين؟ يدخل ما بيننا ناس ملهمش ملة ودين، وفي شارع مين يروح ضحايا مسيحيين او مسلمين؟ كل عمرهم اخوة ومع بعضهم عايشين. ارجس وحسين في كل بيت عالخير تملمت وعدي. احنا بايدينا نصد اللي يعدينا، ولحد امتى هنفرح الناس فينا؟ واحنا بايدينا نصد اللي يعدينا. من امتى فيه مسلم ومسيحي؟ احنا اصلا مصريين، وكلنا ولاد سيدنا ادم ابو البشر. يرجس كل عمرهم اخوه ومع بعضهم ده يرضي مين؟